اسم مصر النهارده كان ملعلع جدا علشان صوت مصر وصوت نيل مصر والموهبة الجميلة اللي أسعدتني أنا وأسعدت كل اللبنانيين وكل الوطن العربي. وكان استقباله رائع أنه النهاردة حصد جايزتين مهمين جدا في الميركس دور، ودي مش أول مرة، السنة اللي فاتت كمان. أحمد سعد، بقول مصر منورة بأولادها وبكل الأجيال. حبيبة قلبي، والله منورة الدنيا يا بوسي في كل حتة، ودايما كده يعني تميمة النجاح وتميمة الحظ الحلو بتبقى أنت وجودك. يعني ما تتصورش كنا فرحانين قد ايه احنا المصريين واحنا قاعدين باستقبال اللبنانيين. شفتوا ازاي حاجه بصراحه جميله قوي، وطول عمر مصر ولبنان حاجه واحده، وهم بينهم دايما الانتاج المشترك في الفن وحب الفن كمان. بس انا كمان مبسوط قوي باللي بيحصل لي انا في لبنان، لان ده كان جزء من احلامي. كنت دايما باجي لبنان واقعد اتفرج على النجاحات واتفرج على الجمهور اللبناني قد ايه هو فرفوش. كل الناس عارفه الكلام ده، عارفه ان هو جمهور فرفوش ويحب المهرجان. ايوه ده هيعيش، يحب اللذاذه ويحب قوي 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 الحاجات الحلوه. فلكون ان انا تعجبه كذا اغنيه عندي، اذا انا في اتجاه مظبوط. والنهارده الموركس دور وتكريمي في لبنان ده جزء كبير من احلامي اتحقق النهارده. شكرا جدا. ودي مش اول مره السنه اللي فاتت، بس انت كنت مسافر. أيوة، وكان ليك جايزه هنا برضو. واتمنى ان السنين اللي جايه كلها ان انت تحصد كل الجوائز في الميركس. ان شاء الله ان شاء الله. ده مسؤوليه كبيره جدا عليا انك تعمل حاجات تبقى احسن واحسن كل مره. ان شاء الله. الف مبروك وتحيا مصر. تحيا مصر يا حبيبتي.